معنا أبو فهد من المدينة النبوية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سالي سؤال للوالدة السنة هذا الماضي في رمضان، والوالدة في اليمن عمرها يعني فوق 65 سنة، ما أدري عمرها هذا جازت ولا ما جازت. والسؤال وش يا أبو فهد؟ السؤال سويت عمره الوالدة، الوالدة عمرها تقريبا 75 سنة وهي في اليمن وأنا مقيم في السعودية هنا. طيب. سويت لها عمرة في رمضان الماضي. طيب. ما أدري عمرها تمت ولا ما تمت يعني، الآن في بعض الناس يقولون لا ما يجوز إلا إذا ماتت يجوز لها. شكرا. قلت لهم لا هذا على قيد الحياة باقية، إنما أنا سويت عمرها يعني. واضح السؤال. لأنها كبيرة في السن. واضح السؤال يا أبو فهد، واضح. يا أخي إذا كانت لم تؤدي عمرة الإسلام وهي عاجزة ما تستطيع لكبر سنها أو لمرضها عجزا مزمنا لا تستطيع معه السفر، فلا بأس أن تنوب عنها، أن تنوب عنها وتؤدي عنها عمرة الإسلام أو حجة الإسلام. أما إذا كانت قوية وتقدر على الحج ببدنها فإنك تأتي بها وهي تأخذ العمرة أو تأخذ الحج بنفسها. نعم.